للحديث عن أوضاع العراق الحقوقية واستمرار الانتهاكات المرتكبة مع احتفال اليوم العالمي باليوم الدولي لضحايا أعمال العنف، تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، سلام الله عليكم. يعني لنبدأ من مصادر أمنية في محافظة ذي قار تؤكد وفاة معتقل بالسجن النصرية المركزي، لكن السؤال المطروح هنا، يعني ماذا يعني تكرار هذه الإعلانات مع تأكيد المصادر أن الأسباب هي ذاتها الإهمال الطبي وأيضا التعذيب؟ تفضلي دكتورة. السلام عليكم. عليكم ورحمة السلام الله. ورحمة الله. مشاهديكم الكرام، يعني في الآونة الأخيرة يعني في كل يوم نفجع بخبر عن وفاة معتقل في أحد سجون الحكومة أو ولا طبعا هذا هو الذي نعرفه، أما في السجون السرية فليست لدينا أي معلومات موثقة لحد الآن. تكرار مثل هذه الوفيات وخاصة في الفترة الأخيرة تؤكد أن هناك نهج يجري في هذه السجون، وهذا النهج أصبح الآن في ذروته. نعرف جيدا أن الآن العراق مقبل على مرحلة الانتخابات، إضافة إلى ذلك هناك تصاعد طائفي للأصوات الطائفية في هذه الفترة التي كما نعرف أنها فترة عاشوراء وغيرها من الاحتفالات والشعائر الدينية التي يحاول من خلالها هؤلاء الطائفيون الذين يسيطرون على الدولة العراقية إثبات طائفيتهم عن طريق ارتكاب مثل هذه الجرائم. السجون الحكومية كما هو معلوم أصبحت تحت سيطرة الميليشيات بصورة كاملة، وهي تتحكم بما يحدث في السجون. التعذيب الشديد الذي يتعرض له المعتقلون في هذه السجون أصبح يعني ليس أمرا سرا، معروف وحتى لدى الجهات الدولية. الكثير من المعلومات تصل عن طريق ذوي المعتقلين، عن طريق حتى من يستطيع من أن يخرج ويفلت بجلده ويطلق سراحه من هذه السجون. كل هؤلاء يعني يثبتون يوما بعد يوم بأن عمليات التعذيب ممنهجة ويجري العمل بها في السجون الحكومية أو السجون الميليشياوية، وكأنها عمل روتيني مثل التحقيق مثل غيره من الإجراءات القانونية. إذا ما تحدثنا عن التوثيقات دكتورة فاطمة، يعني قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين وثق شهادات وصفها بالمروعة من معتقلين حاليين وأيضا من معتقلين سابقين وذوي معتقلين حاليين. عملية الانتهاكات التي تحدث في السجون الحكومية ألا يتعارض مع الاتفاقيات التي وقع عليها العراق لمناهضة التعذيب واحترام حقوق الإنسان؟ أين ذهبت هذه المواثيق إذن دكتورة فاطمة؟ نعم بالتأكيد، يعني العراق يعني وقع وصادق على الكثير من الاتفاقيات الدولية، وكما تفضلت اتفاقية مناهضة التعذيب، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان برمته الذي ينادي بأبسط حق من حقوق الإنسان، الكثير من اتفاقية حماية الأشخاص من الإخفاء القسري وغيرها من الاتفاقيات التي يثبت العراق أنه يعني يتبع المعايير الدولية فقط عن طريق التوقيع، أما فعليا أما في أرض الواقع فهذا ليس له وجود. وما يحدث الآن من الفواجع التي نسمع بها كل يوم يثبت أن العراق لا ضرب بعرض الحائط كل هذه المواثيق، خاصة وأنه يتمتع بحماية دولية، حماية الولايات المتحدة الأمريكية، حماية الدول الأعضاء في مجلس الدائمين في مجلس الأمن الدولي، والتي لديهم مصالح في العراق، وهذه الحكومة وغيرها من الحكومات المتعاقبة منذ بداية الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 تنفذ هذا المشروع في العراق وترضخ
مقتضيات وما يمليه عليه هذه من هذه الدول من أوامر. دكتورة فاطمة، تفاقم هذه الانتهاكات وأيضا أعداد الضحايا جراء العنف، إلى أي مدى يؤكد تورط الحكومة وموافقتها على ما يجري خاصة في السجون الحكومية أو في سجون الميليشيات، حيث أن هناك البعض يتحدث عن أن هذه الأعمال فردية وأن الحكومة غير مسؤولة عنها، كيف تردون على ذلك؟ هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة. ما يحدث للعراقيين من انتهاكات لحقوق الإنسان ليست فقط في أيام الكاظمي، كل الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 كلها تتبع نفس الأسلوب، وكلها عانى فيها العراقيين الأمرين، ويعني ذاق صنوف العذاب وصنوف الانتهاكات والجرائم التي مورست ضده ولم يتم إيقافها أو الحد منها لحد الآن. ماذا يدل هذا؟ يدل على أن الحكومة أصلاً مشاركة ومباركة لما يحدث في من انتهاكات ضد العراقيين. الحكومات ليست إلا مجرد أشخاص يتمتعون بمخصصات ومكافآت ويتقاسمون الكعك كما يعترفون هم بأنفسهم، ولا تهمهم إلا مصالحهم الشخصية وتقلد مناصب. أما ما يحدث للمواطن العراقي من انتهاكات مفضوحة يعني ليست لهم علاقة بهذا الموضوع، وإلا لماذا لا يستطيعون الحد منها؟ لأنهم لا يستطيعون حتى أن يقبضوا على أي من مرتكبي هذه الانتهاكات ويقدموه إلى العدالة. على العكس من ذلك، إذا تم إلقاء القبض على أي مجرم مرتكب وعلي وضده أدلة، يتم إطلاق سراحه بسبب يعني مصالح ومقتضيات. طيب، أن هذا الشخص يعني ينفذ حتى هو المخططات. دكتورة، هذه الحالة الحقوقية المتراجعة في العراق، يعني ألا تتطلب ضغطا دوليا لإيقاف هذه الجرائم وإيقاف الانتهاكات المرتكبة في العراق؟ بمعنى يعني هناك غياب واضح لدور الأمم المتحدة وبعثتها في العراق، ما السبب في ذلك؟ نعرف جيدا أن الأمم المتحدة هي ليست إلا يعني هيمنة أمريكا والدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وهؤلاء يعني يفرضون ويملون أوامرهم على كافة أعضاء الدول الباقية، خاصة وأن الدول كلها ضعيفة أمام يعني قوة هذه الدول. هذه ما تسمى الأمم المتحدة أصلا هي مشاركة في الجرائم التي تحدث في العراق. أين هي بعثة يونامي؟ وأين هي أساس وجودها الذي هو من أجل مراقبة حقوق الإنسان، من أجل الحفاظ على سيادة العراق؟ والعراق أصبح الآن موهوب الحقوق وليست له أي سيادة أو كرامة. أصلا هذه الدول هي ترتكب جرائم بحق الشعب العراقي، فكيف نتوقع منها أن تحافظ على أمن المواطن العراقي وأن تحميه من أي جرائم ترتكب ضده؟ أمريكا تطلق سراح جندها الذين يرتكبون انتهاكات وتعفو عنهم. بريطانيا أيضا كذلك تحافظ على يعني هيبتها وتصون كرامتها، ومن خلال يعني إغلاق ملفات قضائية حقوقية ضد جنودها، وتدعي أن هذه فقط مجرد مزاعم ليست لها أدلة وليست لها أي وجود من الصحة، فكيف نتوقع منهم أن يساهموا في يعني تحسين حالة حقوق الإنسان؟ عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لكم.